نحن في دولة مدنية قوامها المعتقد أو قوامها التعاقد الاجتماعي وسلطة القانون العليا والمساواة في إطار المواطنة، أم أننا في دولة ديمقراطية تعتمد الدين في حقل الشرعية مما يلزمها بحمايته ومعاقبة من يخالفه؟ إذا حرية المعتقد تحدد طبيعة الدولة، ولهذا هي أم الحريات، ولهذا أيضا هذا ما يفسر سبب الصراع الكبير الذي نعيشه حول هذا المفهوم الجوهري من مفاهيم الديمقراطية. هناك ثلاث محطات سنمر عليها بسرعة. أولا، هل حرية المعتقد تنهي الجذور الفلسفية والتاريخية ديالها في رؤوس أقلام فقط؟ لأن هناك معطيات كثيرة جدا لا أستطيع أن أسردها كلها. المسألة الثانية، هل حرية المعتقد الموجودة التي نتحدث عنها وموجودة في مرجعية الدولية لحقوق الإنسان هي الموجودة في الدين الإسلامي؟ هل يمكن المطابقة بينهما؟ ما هو السبب الذي يجعل أصحاب المرجعية الدينية يختلفون؟ العلماء يقولون القتل المرتد توحد الإصلاح، وناس أخرين من تيارات إسلامية أخرى يقولون لا، هناك حرية معتقد في الإسلام. هذا سؤال. سؤال آخر الذي ينبغي أن نجيب عنه في جلستنا هذه، لماذا حتى الإسلاميون الذين يقولون بقبولهم لحرية المعتقد لا يقبلون تجسيدها في الواقع الاجتماعي ولا يقبلون السلوكات المنطبقة عنها؟ رغم أنهم يقولون أنهم يتبنون، بل خرجوا في مؤتمر حزب يقولون نحن نتبنى حرية المعتقد، ولكن عندما يقع أي سلوك يعبر عن حرية المعتقد يطورون ويستفزون. لماذا هذا التناقض بين تبني مفهوم وعدم قبوله اجتماعيا؟ لا بد أن نقترح تفسيرات ونناقش هذا الموضوع لأنه جوهر راهن لنا. ثم أخيرا، لماذا لا يقبل المسلمون حرية المعتقد؟ ما هي الأسباب التي علينا أن نناقشها بشفافية وبوضوح؟ في تاريخ الفكر الإنساني لم تكن حرية المعتقد واضحة المعالم كما هي اليوم، ولكن كانت تبدو شذرات منها وبوادر ديالها في الفكر الإنساني. في الصراع القديم الذي خاضه الفلاسفة منذ 2500 سنة من أجل سلطة العقل وقوته واحترامه في مقابل الأسطورة والمعبد والآلهة والكاهن وسلطة الكاهن الروحية، كان هناك صراع بين السلطة الروحية والدينية وسلطة العقل أي السلطة العلمانية، وفي ذلك بذور لهذا المفهوم لحرية المعتقد. ساهمت في تبلور حرية العقيدة بمفهومها الكوني الحالي عوامل أهمها